هي مساعدات إنسانية مقدمة من قبل حكومة إقليم كردستان العراق للشعب السوري، شملت مواد غذائية ومحروقات تساهم ولو بجزء يسير من التخفيف من معاناة أناس تضرروا نتيجة للحصار الاقتصادي المفروض عليهم، ليستلمها في الطرف الآخر وفد الهيئة الكردية العليا ويقوم بتوزيعها على المواطنين. نحن سعداء اليوم أن قامت حكومة إقليم كردستان بفتح معبر مع سوريا لتسهيل إيصال المساعدات وتمكين لجان الإغاثة والمنظمات التي تريد أن تساعد الشعب السوري في الداخل وتقدم المعونات، خاصة فيما يتعلق بالضرورات اليومية من مواد الطحين والمحروقات والأدوية وحليب الأطفال. هذه المساعدات لن تكون لقومية أو طائفة بعينها، إنما هي لكل المواطنين السوريين المتضررين، لتؤكد من جديد وحدة الشعب السوري المنتفض في وجه نظام لا يميز بين كردي وعربي من حيث القمع والتشريد. هناك بعض العوائل هجرت باتجاه تركيا وباتجاه حكومة إقليم كردستان، وباليوم الواحد نلاحظ أكثر من 200 عائلة تهجر من مناطقها، ومناطق الجزيرة خاصة أصبحت مكان آمن لكل السوريين، ونحن نستقبلهم في بيوتنا، والمواد الإغاثة التي تأتي من أي جهة كانت، وهذه المواد بالذات ستقدم لهم قبل أن تقدم لنا، لأنهم أولاد وطننا وكلنا سوريين. رغم أهمية المساعدات الإنسانية، إلا أن المأمول من حكومة إقليم كردستان العراق فتح المعابر التجارية ومساعدة المواطنين السوريين لشراء حاجاتهم الأساسية، ليكونوا قادرين على الوقوف في وجه ظروف الحياة الصعبة في مناطق الشمال السوري. جميل أن نعرف منذ انطلاق الثورة السورية الشعب السوري بشكل عام يعاني الأمرين، هذا النظام الشوفين الموجود في دمشق. فما نطلب من حكومة إقليم كردستان أن يتم فتح معبر نظامي من أجل إيصال المساعدات والمعونة بشكل أكبر بكميات أكبر لجميع المناطق السورية التي تعاني الويل نتيجة هذا القصف المستمر خلال أكثر من 20 شهر. هكذا تنقل المساعدات إلى الطرف الآخر ليقوم باستلامها وفد الهيئة الكردية العليا ويقوم بتوزيعها على عامة الناس لما يعانوه من حصار اقتصادي من قبل نظام أجرم بحق الشعب السوري. من على الحدود السورية العراقية، محي الدين عيسو، قناة أورينت نيوز.